قبل ما ننزل ميشيل وين كنت عم بدق وتخبرنا القصة بدي هيك نفوت شوي لهون فرجيكم. تفضل هيك شوي لهونيك فرجيكم هالجانب من البيت. شو حلو البيت مش معقول. اليوم هيك بدي احكي عن شيء شوي مختلف. بدي احكي عن الزواج بالمجتمع الشرقي وبدي بلش بالفيلم اللي شاركت فيه يلا عقبالكم. اليوم قد ايه بتحس انه في بالمجتمع هول يعني بنسميهم الكليشيه يعني تبع الضغط النفسي الواحد لازم يتجوز. واليوم بعد ما تجوزت هيك خبرني شوي كيف عشت هالتجربه. ليكي تقلك شو دفنتلي شيء بيزعل انه بعد في ضغط على القليل اذا مش مباشر غير مباشر انه انت صرت بهالعمر صار لازم تتجوز. الشاب من هو صغير بلش يحط عليه ضغط انه انت بدك تأمن مستقبلك. انا بعرف كثير شباب مثلا بيحبوا مهن معينه ما بخلون اهلهم يعملوها لانه ما فيها تأمن مستقبل. هلا سو ببلش ضغط الزواج من كثير صغير بدك تفتح بيت. هلا والضغط اللي موجود على البنت انه انت بعد عمرها معين يلا سو الضغط بعده كثير موجود. وهذا الشيء عم بيودع بنشوف نتيجته انه اكيد مش الكل بس في كثير كوبلات مش ماشي حالهم لانه تجوزوا بلا ما هن يكونوا عارفين انه هن مضغوطين. عرفتي سو هذا الشيء يعني ما بدي اقول تجوزت انه انا كان عمري 31 31 سنه وانا ومرتي من عمر بعض يعني. هلا الفرق انه انا وسيرينا ما تجوزنا عن ضغط تجوزنا عن قرار اوريدي كان صار لنا قبل فتره كثير طويله يعني قعدنا 8 سنين مع بعض ووصلت انه عبالنا خلص نكون مع بعض. فؤاد صعبه او هينه تتجوز شخص بنفس المجال؟ ليك انا بالنسبه لي ما كانت بتزبط الا ما يكون شخص من نفس المجال لانه اول شيء في عندك حدا تحكي معه وبيفهمك وبيفهم مشاكلك مش جاي عم تحكي مع حدا تحكي بلانجاج ما بيفهمه. ثاني شيء نحن نوع مهنتنا بده واحد يكون من قلبه تيفهمه انه لما روح انا غيب كل الليل عم صور ومسرب الصبح وجاي ويعني اذا ما في حدا فهمان شو عم بيصير بحسها غريبه انه شو عم بيصير. وهلا عم تعملوا عمل مشترك عم نحضر مسرحيه مع بعض صح افتتاحها ب 2 اكتوبر الله راد وانا وسيرينا يعني كل جو البيت تبعنا مسرح وتمثيل وهيك لانه هاي مهنتنا فدائما هذا الحديث داير. فلو كنت مع غير حدا يمكن ما كان عندي شيء احكيه صراحه. ميشيل انت جوال زوجتك مش نفس المجال يعني شوي صغيرة بس انا مش معه انا مش مثله يعني انا لازم بفتكر لازم تسبلت يعني ده لانه وترجع تلتقوا هيك بتحس في أكيد شيء اكيد بس تبدا انا زيت يعني مثل فؤاد بهالشغله انه بروح وما برجع يعني انا مثلا اليوم انا صليت 3 جمعة مش هون اليوم شفتهم ساعه وهلا بخلص هون رايح على استوديو بدي اسلم شغله بكره الصبح يعني سو انا عندي الساعه 5 رح ارجع على البيت اليوم الصبح يعني رح ارجع. ليه صعب يعني اليوم بتحس على المراه على الاولاد وقتها تفاهم بدها تعرف انه هذا اسمي يعني انا ما كان في يكون حكيم سنين ما بقدر او اشتغل ببنك ما بقدر اتس نوت مي ما في يعني اليوم بالطياره واحد حد كان لابس كرافات اختنقت انا يعني ما بقدر. ولا مره فكرت اعمل شيء ثاني؟ لا يعني حتى عمري 18 19 يعني خلص وقت كان عمري 10 سنين كنت بدي اعمل حكيم سنين لانه كنت حب حكيم سنين تبعي بالمدرسه بس منيح لا انا مبسوط بشو عم بعمل. هلا وي هاف تو فايت على بكره عشيه انه يعني مش على جبهه واحده يعني انا عندي الكونسرت تبعي عندي الاستوديو تبعي ريكوردينج عندي المحلات تبعي وبغير بلاد هلا صرنا يعني فتنا على البزنس اكثر كمان من الموسيقى بس انه الموسيقى بتضل هون يعني اوقات بيكون عندي 1000 شغله ووقف بروح بالف موسيقى لانه هون من وين يعني شو الاكثر شيء بيلهم ميشيل فاضل؟ انا شخصيا الزعل زعل حزن مش زعل يعني حزن. كل شيء يعني انفجار بيروت هذا يعني وقت اكون مبسوط ما بعرف اشتغل يعني وتكون القصص الحلوة طلع مني هو تكون مش منيح. وهيك شو في هيك حادثة صارت كتير مؤلمة بتقول إنه طلعت من أحلى أعمالك؟ ما بعرف ما في حادثة واحدة بس إنه مثلاً ما بعرف بتعرفوا في حدا اسمه جين كان بأمريكا أمريكا جت تالنت مات عنده كانسر مثلاً امبارح صليت له
عرفت علي؟ انه حدا انا ب... ب... في حدا بيقدر يدقرني ويوجعني دغري، عرفت كيف؟ انه هيدي وفي في نهار رح العب معه يعني حتى بي او هيك رح حتى العب معه انا لانه سي سي ارتست. نحن بتعرفي احنا مش مثل العالم العادي، عندنا اللوجيك تبعنا وعندنا عندنا كيف نفكر نحن لوحدنا يعني. We're driven by emotions. صح. Emotions. وفي شيء بالعكس هيك حسيت انه ما عم بيقدر يطلع معك شيء يعني. أكيد. كان عندك عمل مع ديدلاين. اكيد شو بتعمل هيك حالك؟ برد له اياها. في اغنيه ضلت عندي 6 شهور. وشو قلت له للشخص اللي طلبها؟ انت مش عارف يعملها اصلا وقت قاعد معي وقت ايش اعطيني اياها حدا معروف يعني كثير. قلت له مش حاسسها، ما تزعل مني مش حاسسها بس مش عارف يشتغلها. عملت شيء هيك بعثت له قال لي مشان قلت له ما قلت لك مش حاسسها 6 شهور بعدين اعطوها لحد تاني. قال له فؤاد انت مثل بتحس انه الحزن هو بيعطيك الهام او لا ايام تستلهم من اي شيء بتشوفه؟ دفنتلي انه الحزن بيخليك بيحطك بستيت انه انت بدك تظهري هذا الحزن وبدك تعبر عنه وبتعملي هذا السبليماسيون بتحوليه لفن. بس انه انا طبعا الحزن هو بارت بس في كمان غير قصص. انا كثير بستوحي من الناس ومن قصص الناس ومن القصص اللي بسمعها ومن وعندي الحياه اليوميه يعني. وعندي شيء كثير بستوحي منه اللي هو طفولتي يعني. انا طفولتي مأسغة فيه بلاقي حالي شو ما عم بعمل بمحل عم برجع له واخذ منه بلا ما احس انه هيدي عايشه بلا ما اكون متذكر كانه موجوده بالان كونسيون وبترجع بتطلع. فطفولتي كثير ليت من بعد ما اجى وسيم يعني اخر 4-5 سنين بحياتي. وسيم كثير عطاني كثير بوزيتيفيتي يعني. انا قبل وسيم كنت شيء، بعد وسيم صرت شيء عم بحكيك من جوا. شو حسيت انه كيف فرقت؟ ليكي قبل وسيم كان في نوع من كنت حاسس بضياع بحياتي وكان في نوع من ديبرشن ما كنت حاسس فيها بس حسك ما في شيء ورث وده بتعرف هذا التخبط تبع الفنان عم تحكي عن هيك. لما اجى وسيم اعطاني بيربس واعطاني جوي وصرت عم منطلق من الجوي اكثر من هيدا الضياع خلينا نقول. فعطاني كثير حماس يعني صرت كل يوم بدي اوعى يلا. فهيك تغيرت صرت اكتف اكثر صرت هيك بتحسيني لايف اكثر يعني. بس مش هل مثل ما عم بتقول يعني اكبر اليوم موسيقية مثل بيتهوفن وموزار وقتها تقرا قصة حياتهم يعني بالدراما بعيد عنكم يعني بس بالدراما وبالحزن طلع احلى يعني احلى اليوم سيمفونية بنسمعهم لليوم. وحتى الكاتب يعني اليوم بيكتب يعني حتى نحن اليوم وقت يكون في هيك شيء بخلي يعطيك ثورة بيعطيك غضب بيعطيك حزن تكتب بطريقة مختلفة. تفضلوا ننتقل لتحت على المكتب اللي كانت مسرح.